الجلسة كانت مزيانة. جلسة كان فيها كانش فيها ولو في الحقيقة كان فيها الاحترام إلى آخره. إنما تنقولها السيد الدفاع ما خلاناش نهضره، ما خلاناش نعقبه، ما خلاناش نسوله، ما خلاناش كي وقفنا في الحنجرة ديالنا ما خلاناش نهضره. سو كيفي بالنسبة أنا غادي ندير واحد التعقيبات بالنسبة للي الناس كيهضروا على المخدرات، الشاهد كيهضر على المخدرات وعلى ليكستا وعلى الى اخره، هو تيقولوا دابا حنا ماشي موضوعنا مخدرات، حنا عندنا قضيه قتل. ويا سيدي النهار الاول راه باش بديتوا لافير كلها بديتوها بالمخدرات، علاش بغيتوا تكملوها بالمخدرات؟ النهار الاول انتم اللي قلتوا المخدرات، دابا ولات عندكم قضيه قتل عند نعم ولكن مخدرات راه ما كاينش تيجبدها قدكم انتم، اذا خاصنا نتحاوروا فيها، خاصنا نهضروا فيها، خاصنا نهضروا عليها. كيفاش دابا عاد غنقولوا لا ما خصناش ندوي على المخدرات؟ حيت جاوا الناس ديال اللي غيتكلموا على المخدرات واللي غادي يبينوا الخبايا ديال المخدرات، وشكون شرا وشكون باع وشكون هبط وشكون نزل وشكون دوا في التليفون وشكون خلص. هادشي كله هادشي كله حنا ملي وصلنا له لا 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 لا, لا حنا عندنا اسمح لي حنا عندنا ملف القتل ما عندناش المخدرات. زعما شنو هاد السطو السطو ديال المحاماه؟ راه ما يمكنش. انا كنعرف الناس محامون كيحترموا الجلسات وكيحترموا الطرف الاخر، ما كينوضوش يقطعوهم باش يربح القضيه. حنا ما عندناش تربح القضيه او تخسرها، حنا كنجدوا الحق، حنا باغيين الحق. الا كنت بغيت لهم الضرر الله يعطيه لي، ولا كان هما بغاو يظلمونا الله ياتيهم. حنا بغينا الحق، ما بغيناش نظلموا شي واحد. اذا السيد المحامي يعني كنتمنى كنقولها انا كنتشكى منه انه ما تيعطيناش فرصه نتكلموا، ما تيعطيناش درجه انه جبد السيد هذه افتراءات ديال السيد نصاب مسرى محمد الدكتور الفاعل التهرب. مالك اخويا مالك الا كنتي شي واحد اللي كيهتم بالقضيه ديال التهامي وكيبين الخبايا ديالها، إذن كتوشيني أنا وكتوشي داك الروح اللي راه فوق راسك تدور، كتوشيها هي، ما كتوشينيش أنا. بالنسبة للتقرير ديال الطبيبة، أهم شاهد اليوم كانت الطبيبة فريدة بوشتة، كيفاش بان لك التصريح ديالها مدام حيات؟ التصريح ديالها ملخبط، التصريح ديالها بغينا نوقفوها عند حدها، ما خلوناش، ما تعطاتناش الفرصة. التصريح ديالها ما كانش محله، كتقول لك ما كانش العنف الوغ كو العنف مكتوب، كتقول لك الدود كلا الاحشاء الوغ كو الدود ما عندوش المقص، ما عندوش المقص باش كيجي يقطع هاد البليصه ويقطع هاد البليصه، ما يمكنش. الحوايج ماشي هما اللي ماشي كلهم حوايج ولدي، ولدي ما عندوش تيشيرت ديكولتي، ولدي ما عندوش كالسون اكس اكس ال. كيفاش وقع؟ ربي اللي عالم، انا ما عارفاش. شنو الأسئلة اللي كنت بغيتي تعطيها مدام حياة الطبيبة وما ما 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 تحتش لك الفرصة؟ نعم، بالنسبة للحوايج اللي قالت لك تصبنوا، بغيت نسولها. قالت لك هي من حقها تصبن الحوايج ومن حقها تحيد الشوائب عليهم، ولكن من حقك تسلمهم المصلحة، من حقك تسلمهم المصلحة المختصة. راه محجوز هذاك يا عباد الله، راه واخا يتصبنوا غتبان في القضيين غتبان الاثار الجريمة. قلت لك انا من حقي نغسلهم، دابا هذه ماشي تخريجة يا عباد الله، انا من حقي نصبنهم. بأي حق تصبنوا ملا لا؟ بأي حق؟ واخا صبنتيهم لما عطيتيهم لما سلمتيهم، قول لنا لما سلمتيهم هادو مالك يا سوني بغات نوضع عليها، ما عطاتناش فرصة. والسؤال ما عرفتش سيد المحاسب الدفاع انكم تسولوا طلبتم انكم تكلموا؟ نعم، كتقولنا بلاتي ولكن لا خوف الشكوى الله تعالى وقفنا هنا، ما خلاناش. بالنسبه لك علاش هاد الشهود جاو الا ما قلناش غنسولوهم؟ علاش تيمانا وحنا ساهرين على التبليغ ديال الشهود وسيمانا وحنا كنوجدوا لي كيستيون وفي الاخر ما نسولوهاش؟ فين غنوصلوا؟
فين بغينا نوصلوا؟ ما نوصلوا حتى لشي حاجه، حرام حرام يا عباد الله. وجدنا الاسئله لي كاستيون اللي هما مهمين، ما تعطاتناش هذه الفرصه، راه ما يبغيها لا ربي ولا عبده. اذا الشهاده ديالهم انا بالنسبه لي ما كانتش بحالها يا عباد الله. جاوا داروا في الخطابه، خطبوا داك الشيء اللي قالوا، ولكن باش 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 شفونا الغليل ديالنا بشي اسئله، لا ما كايناش. حاجه اخرى بالنسبه للحوايج اللي تصبنوا، قالت كي تصبنوا قلنا المحجوزات خصهم يكونوا في بلاصتهم. لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم قلت لكم على العنف، العنف اللي كتقول ما كاينش العنف، وانا عندي محضر ديالها لو رابور ديالها كتقول فيه اثر العنف عباد الله. وما هذا باش نقول لكم ما خلوناش نهضروا، ما خلوناش نهضروا، راه ما قضينا والو حنا بهذه الشهاده، ما قضيت حتى شي حاجه انا، ما قضينا والو بصراحه، ما قضينا والو. الرابور ديالها اش كيقول مدام حاج؟ الرابور تيقول كاين العنف، وهي كتقول ما كاينش اثر العنف، مكتوبه العنف. الا كنا كنقراو العربيه العنف الالف لام العين النون الميم الفاء. حيت التقرير كان بالفرنساويه والترجم بالعربيه. واخا كاين عنف، حنا دابا كنهضروا على العربيه، ما بالفرنسي راه عنده التفسير ديالو بالفرنسيه. وهذا ما عندك استاذ؟ عندي هذا عندي. ما تديش، شكون اللي عطاك هذه الفرصه؟ شكون اللي عطاك الفرصه؟ شكون؟ والله ما تعطاتك الفرصه بالله العلي العظيم. بالنسبه للمحافظ المحيي شنو قال على القبر؟ حتى المحافظ عرفتي على اسئله كانوا عندنا، على اسئله كانوا عندنا وبزاف بزاف بزاف. وسليمه بارك باردون السيده الشاهده قالت لك ما يمكن لا تجي عاوتاني الكونسير، ما الكونسير الى اخره. اسيدي انت اولا ماشي دفاع ديالها، ثانيا الناس كيجيو الجلسات بالكروسه، كيجيو ديو الشهاده ديالهم. ثالثا هذيك الشهيده ضروري خصها تجي، لان هي اللي قالت لي محروق ومليح في البحر ولحوه في البحر. لكن كتبقى ديك الشهاده عباره عن اكاذيب ما دامت الجود. لا ماشي اكاذيب، لا 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 ماشي اكاذيب، حنا ما نعرفوهاش واش اكاذيب ولا صحيحه. تجي تدريب الشهاده ديالها، دابا حنايا كنبتروها ما تجيش، حيت عرفوها لا جات. الا جات راه غادي تحط. انا تنقول لكم حيت عارفاني لي كيستيون، يسمحوا لي، علاش تنقول لكم انا يسمحوا لي نحط لي كيستيون ويجاوبوا والهيئه الموقره تلاحظ 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 لا 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 الكريماس ديال 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 الناس اللي كيتسولوا، ما عطاونيش هذا الحق. واش قالت ان كاين ضربه في الراس ولا ما كاينهاش؟ والو هادشي كله ما كاينش منه، ما كاين لا ضربه في الراس ولا يديك ولا يخليك. كاين جوتها جاتها شرحتها دارت لها المسائل ديالها، غسلت لها الحوايج ديالها، صبنتهم ليها، الله يجازيها بخير، واحد المراه نقيه فهمتيني. اذا في هذه الحاله هذه حنا وعندها الحق تسول، عندها الحق تصبن الحوايج. حنا ما فهمناش هذا الحق، هذا عمرنا ما سمعناه. انا ما كنفهمش في القانون، ولكن مازال غنسول في القانون واش عندها الحق تصبن الحوايج. شنو هما الاسئله اللي طلعوا عليها منين تبين لهم انه هناك يعني تضاربات في الاخر؟ اسئله كانت مزيانه ولكن ديال الدفاع، لا ديال الهيئه، ولكن الدفاع توقف. اذا كان شي سؤال اللي هو عجبه السيد المحامي راه كينضرب مرها مر الكرام وكيسكت، الا شي حاجه ما عجبتوش كيوقف. إلا وقفتي أسيدي حنا عطيونا، حنا أنا أم، أنا اللي عارفة ولدي شنو كان به، أنا اللي عارفة قارية الملف 17 عام يا عباد الله، وخا يجي اللي بغى يجي، أنا اللي قارية الملف وعارفة كل حرف حرفين كيمشي، ومشيت برجلي ودرت شحال من حاجة، أنا اللي عارفة. سو كيفي عطيونا الحق نهضر، يعطيونا الحق نسول. سيدة حياة الدكتورة قالت بأن الأحشاء كلهم الدود والحنجورة، لأن الحنجورة عارفين أنها صلبة تياكلها الدود. تياكلها الدود لحق رجلين والفخاد بقاو صحاح. قالت لك يومين والدم كيترصب. واش دري تعطاشي مع عباد الله؟ عطاونا الخبرة على الهواتف. شوف اللي نسميه بالشلاغمو، المحامي بالشلاغمو يحط لنا الهواتف، يطالب بالخبرة على الهواتف باش يبرر هذاك الموكلين ديالو. يطالب بالخبرة على الهواتف من الساعة اللي شافوا سي محمد ولدي، شاف خوه اللي قالوا حقا كان هيستيريا ما هيستيريا، شافوا ناشط، ربما الولد داروا له شي حاجه في ذاك المناظره بحال اللي قالت لي سليمه، ها ربما بدا النشاط بدا ينشط وعاد وقع به ما وقع فهمتيني. يعطيونا سيدي التليفونات ديالو، انا ما كانش التليفونات ما نفهموا حتى شي حاجه.
يعطونا الخبره على الهواتف من الساعه اللي تشاف التهامي حتى للسلف الاوض ل 11 الليل. مدام حياه، تعاقبات على هذا الملف عده هيئات، كيفاش كتشوفوا الهيئه اللي كاينه دابا في العمل ديالها؟ اتحفظ بهذا السؤال يا اخي. خلينا المحافظ. نعم. المحافظ. نعم. المحافظ. نعم. المحافظ. نعم.